يعني هذا أخونا يقول هل ابن القيم من الصوفية؟ هذا من اشتراك الألفاظ، فكلمة الصوفية هذا من الاشتراك اللفظي، أولا للخلاف في اشتقاقها، فبعضهم يعني يذكر اشتقاقا صحيحا وبعضهم يذكر اشتقاقا غير صحيح، ولكن على العموم هذا المصطلح ورد ذكره ربما نقول من القرن الرابع أو قبله لا أدري الآن بالضبط، لأن أبو عبد الرحمن السلمي صاحب التفسير له كتاب اسمه طبقات الصوفية، وله كتاب أيضا مطبوع، وله كتاب آخر في ذكر الصوفيات من النساء، كلاهم مطبوع. لا أدري هذا المصطلح هذا قبله. نعم أيضا شو اسمه هذا الكلاباذي من علماء القرن الرابع له كتاب أيضا في سماك الصوفية، نسيت اسمه الآن، نسيت اسمه. فيبدو أن هذا المصطلح من القرن الرابع موجود يعني في 300، ولا أدري هل هو موجود قبل ذلك أم لا، علمها عند الله. فهذا المصطلح يطلق على فئات متعددة. أشهر تقسيم للصوفية، أشهر تقسيم أن الصوفية ثلاثة أقسام. النوع الأول صوفية السلوك، وهو التزهد في الدنيا والبعد عن كثير من المباحات وتركها والانشغال بالطاعة والزهد في كثير من الأشياء المحبوبة للنفس وإن كانت جائزة، سواء كانت من أفعال القلوب أو أفعال الجوارح أو نحو ذلك، والاعتناء أيضا أفعال القلوب بكثرة، فهذا حسن. وهذا الذي يقولون هم أهل الطريقة كالجنيد عليه، وهم نوعان، منهم من كان فقيها كسفيان الثوري وأحمد، ومنهم من كان على طريقة السنة وإن لم يكن معلوما بالفقه مثل إبراهيم بن أدهم والجنيد وجماعة. نعم قد يحدث انحراف في السلوك عند بعض الناس، من أشهر الذين انحرفوا في السلوك في الصوفية مثلا طائفة تسمى الملامية. هؤلاء ليسوا فرقة وإنما طائفة، هؤلاء الملامية الذي يتعمد أن الناس يتكلمون فيه بسوء، فتجده يظهر للناس أنه فاجر وأنه فاسق، هذا ليس من الدين في شيء، وإنما دخلوا من جهلهم بالحكم الشرعي. النوع الثاني من الصوفية الطرقية، وهم الذين ينتسبون للطرق المتعددة، وقد تكون بعض هذه الطرق منسوبة لأئمة هدى، فالطريق القادرية أو الجيلانية منسوبة لإمام من العلماء الصوفية، وهو الشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي، شيخ الموفق وعبد الغني، شيخ موفق بن قدامة وعبد الغني صاحب العمدة، وهو على طريقة سوية، تكلم الشيخ تقي الدين عنه في كثير من المواضع في الثناء عليه وعلى طريقته وأنه على سنة. فمثل هؤلاء الطرقية الذين ينتسبوا لهذه الطرق، وإن كان بعض أصحاب الطرق هم براء منها مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني، هؤلاء وقعوا في بدعة، لأن الانتساب للطريقة هذه بدعة، لكنهم في الجملة مجرد انتساب الطريقة قد يبتعد عن طريقة أهل السنة بقليل وقد يبتعد بكثرة، لكن الطرقية كلها بدعة لا تجوز، كل الطرقية بدعة، وهذه ابن القيم منها براء، بل إنه شدد منها، فهو على الطريقة الأولى أنكر الطرقية وشدد فيها. والطرقية هذه ما أدري متى حدثت، لكن يعني لم أقرأ فيها كثير، لكن أظنها في القرن الخامس ربما أو السادس، يعني بعد القرون المفضلة بكثير. الطريقة أو القسمة الثالثة هذه التي هي شر الشرور، وهي الخرافية، وهي الخرافية. وهذا التقسيم الثلاثي سمعته من في الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، قسمهم هذا التقسيم، فأنا تبعته في هذا التقسيم، طرقية صوفية السلوك وصوفية الطرقية وصوفية الخرافية. هؤلاء الخرافية هم الذين يغلون في أشخاص معينين فيعتقدون بأنهم يحركون الكون أو يغيرونه أو يغيرون القدر أو أنهم يفعلون أشياء من الحقيقة هي لا يجوز نسبتها لغير الجبار جل وعلا، أو ينزلون بعض الأشخاص منزلة الأنبياء، كما قال بعضهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فيرون أن الولي أعلى بكثير من الرسول وأعلى بكثير من النبي، هذا أعوذ بالله لا يجوز. من الخرافية الذين يعتقدون في القبور ويعظمون الآثار تعظيما يصل إلى الخروج من الملة، فهذا أيضا لا يجوز، هذه خرافية ليست من الدين في شيء. الخرافية الذين يأتون يتوسعون في قضية الحال، حتى ذكر بعض المتأخرين ألف كتابا، وهو كتاب يعني قبل 300 سنة، اسمه صفوة من انتشر في ذكر صلحاء القرن الحادي عشر،
فذكر أن أحد هؤلاء جلس مع آخر من هؤلاء الطبقة الثالثة أو النوع الثالث، فأراد أن يتناظر ليس في علم وليس في هدى، وإنما أينا أقوى حالا، فقالوا كل واحد منهما أنا أرفعك، فرفع الأول الثاني شبرا عن الأرض، فجاء الثاني فرفعه شبرين، فجاء الأول فرفعه مترا، فرفعه الثاني مترين، فرفعه الثالث 10 أمتار، فرفعه الأول 20 مترا. يقول فما زال كل واحد منهم يرفع صاحبه حتى غاب في السماء، لم يرى فوق السحاب. أي دين هذا؟ أي حال هذا؟ هذا كله خرافة، كله فساد، وليس من الكرامات في شيء. إذن هذه خرافة أصبحوا يروجون على الناس باسم السحر. الكتاب الذي طبع باسم الطبقات الكبرى للشعراني إن صح نسبته إليه، وأنا أشك أن الشعراني يكتب ذلك، ففيه من الخرافة والضحك ما لا يصدق. وأنا أقول صحة نسبته إليه لأني وقفت على كتاب له، يعني ربما أخطأ في اسم النسبة في سجع الكتاب، لكن أظن اسمه تنبيه المغترين من أهل القرن العاشر والتالين أو نحو هذا السجع. ذكر الشعراني أن بعض الناس نسب إليه في كتبه ما لم يقله، وأنا لا أستبعد ذلك، لأن في أن بعض الخرافيين نسب في هذا الكتاب كلام لا يصدق، كلام أصبح الكلب أكرمكم الله إذا نظر لبعض الآدميين أكسبهم الولاية. ما هذا الكلام؟ الكلب أفضل من بني آدم؟ أين الدين؟ أين العقل؟ هذا خرافة. فكما أن الناس في الخرافة درجات وفي العقول درجات، فكذلك في كل طبقة من هذه الطبقات الثلاث درجات، بعضهم في مرحلة غلو وبعضهم أدنى من ذلك.